فضيلة الشيخ، نطلب منكم أن تذكروا لنا تجربتكم في طلب العلم وبداياتكم في تحصيله. لا نريد أن نضيع الوقت بمثل هذا، ولكن أختصر. كنا في البادية، وهناك من أشار على أبي رحمه الله، وقد كف بصري قبل وعمري 3 سنوات، فأشاروا على أبي أن يدخلني المدارس، فيسر الله عز وجل ودخلت في كنا في بادية نجد، ثم انتقلنا المدينة. كان عمري 8 سنوات، سنة 1376 هجرية. أخذنا الابتدائية في مدرسة أحد، ثم دخلنا المعهد العلمي. تلك المعاهد العلمية نفع الله بها، وكان تلك الفترة في الثمانينات، قد جاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى المدينة، إلى الجامعة الإسلامية، حيث إنه نائب الرئيس ثم الرئيس بعد ذلك، والشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله جميعا. وهناك المدينة كانت تزخر بعدد من العلماء الذين أفدنا منهم ولازمنا بعضهم بحسب ما يسر الله عز وجل. وإن كنت مقلا في الحقيقة، لا أدعي لنفسي أنني تفرغت لملازمتهم، ولكن استفدت منهم كثيرا. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد ناصر الألباني، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ عبد الكريم مراد البلوشي، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ حماد الأنصاري ذكرناه، الشيخ عبد اللطيف الباهلي، وعدد من شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، الشيخ علي بن ناصر فقيهي، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ زيد بن هادي في الأخير أيضا التقيته في السنوات الأخيرة وأفدت من علمه، والشيخ أحمد النجمي رحم الله الجميع، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، شيخنا الشيخ صالح اللحيدان، سماحة المفتي في السنوات الأخيرة، وغيرهم من مشايخنا استفدنا منهم. الشيخ عبد الله الخضيري له أثر في توجهي العلمي على قلة بضاعتي، من خيرة الإخوة المشايخ الذين تتلمذت عليهم في المعهد العلمي، وكان يهتم بتحفيظ المتون للطلاب، لا سيما كتاب التوحيد وغيره من الكتب النافعة، بلوغ المرام وغيره. أيضا أفدت من كثير من المشايخ في تلك الحقبة، وكذلك يعني عدد مشايخنا الأفاضل الذين لا أستطيع أن أحصيهم الآن، إنما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. وتتلمذت على عدد الجامعة الإسلامية حتى حصلت على الشهادة الجامعية عام 92، ثم الماجستير من جامعة الأزهر عام 1400، ثم دكتوراه من الجامعة الإسلامية. هذه الشهادات ما هي إلا مفاتيح، وإلا ليست بشيء. فالمسلم إذا لم يطلب العلم ويهتم بطلب العلم، هذه ربما تكون كمثابة يعني البخار الذي يمر ثم ينتهي، أو يعني الهواء الذي إن لم يحافظ عليه المسلم ويستخدم هذه المفاتيح وإلا تصدع. وأنا أفدت من المشايخ أكثر مما يسمى بهذه الشهادات التي أشرت إلى بعضها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.